اتفاقية دفاعية تاريخية، هكذا وصفت بريطانيا الاتفاقية غير المسبوقة التي وقعتها مع ألمانيا لمواجهة التهديدات الروسية. وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الذي سافر إلى لندن للتوقيع على الاتفاقية مع نظيره البريطاني جون هيلي أعلن أيضا أن شركة راين ميتال الألمانية للأسلحة ستفتتح مصنعا لها في بريطانيا لتصنيع براميل المدافع مستخدمة الفولاذ البريطاني ومضيفة بذلك مئات الوظائف للاقتصاد في بريطانيا. الاتفاقية الأولى من نوعها بين البلدين ستسمح لطائرات مراقبة جوية ألمانية مخصصة لرصد غواصات القيام بدوريات في بحر الشمال من قاعدة في اسكتلندا، وهي ستكون مسؤولة كذلك عن مراقبة الكابلات البحرية منعا لعمليات التخريب. الاتفاقية تنص كذلك على تطوير الطرفين بشكل مشترك لطائرات من دون طيار وصواريخ جديدة بعيدة المدى.